اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. ايضا عبد الحكيم ابو علم، ازيك يا عمر؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام، كله تمام الحمد لله. الحمد لله. النهارده عندنا ثلاث اجزاء في حلقتنا او في الجزء الاخير من هذه الحلقه، جزء خاص باخبار حصريه عن الترجي التونسي زي ما حضراتكم متعودين، ثم جزء خاص بالتحليل الفني لفوز النادي الاهلي برباعيه اليوم والرد على كل ما يقال في النادي الاهلي. اما الجزء الاخير يعني هنتكلم فيه، انا بقالي اربع ايام ولا ثلاث ايام بتكلم فيه، بس لازم هنتكلم فيه. ده بالعكس، ده مهم جدا، لازم نتكلم فيه. التحكيم المصري وقضايا مهمه جدا. احمد هبدا معاك. احصائيه للتاريخ، عدد الرباعيات، رباعيات النادي الاهلي النهارده، رباعيات النادي الاهلي ماشي. بما ان يعني بصراحه الاداء النهارده كان ممتع، يعني حقيقي ممتع، بالذات الشوط الاول رتم رهيب واداء بصراحه ممتع، فرد خط النص كمان، طول ما الخط النص بتاعك كويس تحس ان الفرقه بتبقى فايقه. الثلاثه اللي في وسط الملعب النهارده، اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور، ربنا يحفظهم كده ان شاء الله في المباراه النهائيه ويقدموا هذا الاداء. بصراحه رتم والكره الثانيه والضغط العالي كان ممتاز جدا، التحرك بدون كوره كان ممتاز. النهارده النادي الاهلي يا جماعه بيوصل لل 190 رباعيه في تاريخه. 190 ازاي؟ قدامنا على الشاشه الدوري المصري النهارده بنوصل للرقم 114، كاس مصر 30 رباعيه، دوري ابطال افريقيا 18 رباعيه، كاس العالم للانديه كسبنا مرتين اربعه، مره الهلال السعودي ومره اوراوا الياباني، كاس السوبر المصري مره اللي هي كانت مع فيوتشر، كاس افريقيا ابطال الكؤوس مرتين، كاس السوبر الافريقي مره، كاس السوبر العربي مره، كاس زايد للانديه الابطال مره، دوري منطقه القاهره 17 مره، كاس السلطان حسين مرتين، كاس الجمهوريه العربيه المتحده مره. لما نجمعهم هنلاقيهم 190 رباعيه للنادي الاهلي في التاريخ. وديت الفرق كمان النهارده الاتحاد السكندري وصل للمره ال 11 في تاريخه النادي الاهلي بيكسبه اربعه. نادي الزمالك هو اكتر نادي اخذ رباعيات من النادي الاهلي او خسر برباعيه من النادي الاهلي 12 مره. لو نجيبها الصوره اللي بعدها هتلاقي دي، دي معانا، هات الصوره اللي بعدها بس هتلاقي في الرباعيات الاول. ايوه الزمالك 12 مره، الترسانه 12 مره، الاتحاد بقى 11، وكل الانديه الموجوده دي جماهيريه. طبعا الترسانه كان نادي يعني عظيم، يعني الترسانة 12 مرة، الزمالك 12 مرة، الاتحاد 11 مرة، المصري 8 مرات، الاسماعيلي 6 مرات، المحلة 6 مرات، المنصورة 6 مرات، السكة الحديد 6 مرات. دي أكتر الأندية في التاريخ اللي خسرت بأربع أهداف من النادي الأهلي، على رأسهم نادي الزمالك ونادي الترسانة. هات رباعيات مارسيل كولر برضه عشان نوثقها، دي الرباعية التاسعة منذ مجيئه للنادي الأهلي بيكسب أربعة. مين هم الأربعة؟ الداخلية أول لما جه 4-1، بعد كده القطن الكاميرون 4-0، كسب الزمالك 4-1، كسب المقاولين 4-1، كسب المصري 4-0، كسب سان جورج الاسيوب 4-0، كسب اوراوا اليابان 4-2، كسب فيوتشر 4-2، كسب الاتحاد السكندري 4-1 النهارده. فده للتوثيق النهارده الرباعيات، يعني بصراحه سواء يعني كان رقم مهم جدا الناس تكون عارفه ان احنا بنوثق الرباعيات دي للنادي الاهلي. 190 ان شاء الله نوصل ل 200 رباعيه في التاريخ باذن الله قريب باذن الله. يا مسهل يا رب يا عالي ان شاء الله. مع كولر والاداء الضغط العالي والكره الهجوميه دي ان شاء الله نوصل باذن الله للرباعيات كتير باذن الله. استاذ عبد الحكيم، مكاسب مباريات النهارده وتصريحات كولر بعد المباراه ان الاهلي بياخد مباراه يعني كل 48 ساعه وانه بيحاول اراحه بعض النجوم زي علي معلول وبيرسيتاو. اهم شيء في مكسب مباراه النهارده ان انت بتعدي اربع مباريات صعبين جدا ما بين لحد الفاينل. خد بالك مش اي فرقه تقدر تلعب ثلاثة حتى الان، ما انا بتكلم على انك تعدي الاربع مباريات، مش اي فرقه تقدر تلعب تحت ضغط، لان شئنا ما بين اي لاعب امنيه حياته ان يلعب نهائي اهم بطوله قاريه على مستوى الانديه، فتركيزه مهما قلت له انت لاعب محترف وبتلعب على انك بتاخد مباراه مباراه، هيفضل تركيزه في نهايه دوري الابطال، هيفضل حتى هو خايف من الاصابه، خايف من اي حاجه، تركيزه في نهايه، لان ده بالنسبه له بيدخل تاريخ. فلما تيجي تلعب فريق زي النادي الاهلي بلاعبته ان يلعب اربع مباريات استعدادا لانه هيلعب بعد كده دوري الابطال، فالضغط ده يعني اي فريق كان لازم يهتز، اي فريق كان ممكن يفقد نقط، لكن النادي الاهلي تخطى ثلاث مباريات وان شاء الله المباراه بيكسبها. النهارده مستر كولر بيدخل محمد مجدي قفشه رغم كل الشائعات اللي حاطط بيه الايام الماضيه، كريستو موجود،
كريم فؤاد موجود. انا هنا ما بتكلمش على الاداء الفني اللي دكتور احمد اتكلم عليه، انا بكلمك بقى في مكاسب بره بره اطار الثلاث نقط، وانك انت بتعدي، بكلمك في ان انت بترد عمليا على ارض الواقع في كل الشائعات اللي ضربت الفريق او اللي حاطط بالفريق الايام الاخيره. كريستو موجود، محمد ضو كريستو، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد بيشارك كمان، بتريح بيرسي تاو، بتريح علي معلول، بتشتغل على جزئيه ان انت تكسب المباراه عشان تتقدم خطوه جديده ناحيه جدول المسابقه لو لعبت المؤجلات بتاعتك. وهنروح لجزئيه المؤجلات لان برضه بتلاقي ناس كتيره بتسوف في الموضوع وبتتكلم كلام غير صحيح. فالنهارده مكاسب المباراه مش قصه تتوقف عن ثلاث نقط بس، وان انت فزت فوز كبير 4-1، ولا ان انت حققت اهداف، ان انت كان الفريق بيلعب بشكل كويس جدا وجربت على لعيبه كتير، لا، المكاسب المباراه اكبر بكتير جدا من الثلاث نقط اللي الاهلي حققها النهارده. انا شايف ان انت ابتديت، وده اللي كنا بنتكلم فيه لما الناس كانت بتقول لك انتوا بتدافعوا عن الفريق لما خسر من الزمالك وخسر 2-1، قلنا يا جماعه الاهلي عنده فريق كامل مصاب، لما يرجع الفريق 10 لاعبين او 11 لاعب بعد كده بقى تتكلم وتحاسب. مفيش فريق بيتحمل من غير منه 10 لاعبين او 11 لاعب وتيجي تحاسبه. النهارده النادي الاهلي بيلعب حتى مع غياب ان انت ريحت، بس انت اللي مريح اختياريا. بص الاداء وبص المستوى، انت ممكن لولا بتوزع الجهد بتاعك كنت ممكن تكسب سكور اكتر من 4 النهارده، لان انت كسبان الشوط الاول 3، كنت ممكن الشوط الثاني لو بنفس الموضوع، بس انت حساسيه اللعيبه وبتخليك ان انت برضو الماتش لما الاتحاد جاب جون ابتديت تشد، خليتها بقت 4-1. انا شايف ان مكاسب المباراه مش قصه ثلاث نقط، بالعكس انت طمنت على كل لعيبتك، وكمان خرجت، نتمنى ان يكون يعني حسب التوصيف الطبي رامي ربيعه تكون الاصابه خفيفه ان شاء الله، خرجت بكل المكاسب حتى بما فيها سلامه اللاعبين. طيب ايضا اسمع منك يا دكتور احمد ابرز مكاسب المباراه ونحلل الاربع تجوان مع بعض. تمام، اول حاجه طبعا ده الفوز الثالث على التوالي للنادي الاهلي، زي ما استاذ عبد الحكيم كده قال ان احنا عندنا اربع مباريات قبل النهائي الافريقي. الاربع مباريات دول مهم ان انت تاخدهم، لان النادي الاهلي السنه دي بيواجه التحكيم. المنافس الحقيقي للنادي الاهلي على الدوري السنه دي هو التحكيم حرفيا، والتهيئه الاعلاميه لفوز فريق معين بالدوري برضه. في تهيئه اعلاميه مش التحكيم بس. التهيئه الاعلاميه ان نادي ثاني هياخد الدوري، فدي برضه. فانت النهارده التحكيم نادي ثالث النهارده فعلا التحكيم بيحطك تحت ضغط. ممكن بنشوف اخطاء تحكيميه كتير هنتكلم عليها في جزء التحكيم، بتقدم هدايا الانديه ممكن تحطك انت تحت ضغط، خاصه ان الموسم ده صعب جدا، اصعب من اصعب المواسم زي الموسم اللي كان قبل اللي فات. ليه؟ عندك ضغط ماتشات كبير، وبعدين ده احنا داخلين كمان على فتره اولمبيات، الاولمبيات ديت هياخد منك لعيبه، يعني ممكن ياخد امام عاشور، ممكن ياخد محمد عبد المنعم، فانت هتلعب بدون اللعيبه دي. فغير ضغط الماتشات، غير ان الكابتن حسام حسن طبعا موجود فبيحتاج وقت قبل كل فتره، بياخد اسبوع راحه وبعدين ياجل ماتشات للاهلي، والناس تقعد تقول لك بيأجل النادي الاهلي بيتاجل له ماتشات. او على فكره الفرق دلوقتي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجدول ماتش واحد بس، ماتش واحد. يعني كل الكلام اللي كنا بنسمعه في خلال الثلاث شهور ده كان اي كلام، يعني فعلا كان اي كلام من الناس كانت تقعد تقول الاهلي يعني جت على دي. الناس كلها بتقول عماله تضرب، زي بقول لك تخيل ان في مذيع بيتكلم مع اتنين ضيوف معاه بيقول لهم فيما يخص موضوع حسين الشحات والشيبي، قالوا لا، يعني لمجرد ان هو عايز يدافع عن ان الشيبي لازم يروح للقضاء المدني ضد حسين الشحات وخلاص، فهمت؟ بيقول له ايه؟ بيقول له طب افرض اتنين لعيبه دخلوا مسكوا لبعض مطوه في الملعب، والله ما تضحكش يا ابني، والله دي الحقيقه، والله دي الحقيقه، انتوا فاكرني بهزر؟ لا انا فاهم، انا شفتها. قال له كده، قال له اتنين ماسكين لبعض مطوه، وافرض واحد ضرب واحد بمطوه في الملعب مش هيروح يعمل له ايه يا جماعه؟ احنا وصلنا لمرحله هزليه في تواجد البعض والوصول بمخيلات البعض الى درجات لمجرد ان انت تقف بجانب حد ضد حد وخلاص عشان انتماءات معينه. صح، فاللي انت بتقوله ده يعني على فكره يا كابتن الموضوع، معلش اقطع كلام دكتور بس عشان بنفتح الحته دي، القصه مش واقفه عند حضرتك قلته ده، انت النهارده امبارح بيتكلم لك يقول لك ان يجب عرض محمد الشناوي على طبيب نفسي، ومحمد الشناوي رافض انه يقعد دكه لمصطفى شوبير. انت عارف معنى الجمله دي؟ انا هاجي لك في النقطه دي تحديدا وهتكلم عنها، لانه الكلام ده انا محتاج، ان انا مش محتاج، انا عايز اتكلم فيه، ولازم يصل من صحفي كبير زي حضرتك او محلل كبير زي دكتور احمد ثابت في قناه الاهلي، لازم يتكلموا في هذا الامر ومع كل الناس. الحقيقه يعني احنا سايبين الناس تطلع هنا وهنا وهنا وتتكلم في كل مكان ليه؟ علشان تقدروا تنقلوا الحقيقه من وجهه النظر الحقيقيه. يعني هل في حد يقدر ينكر ان كل
أندية العالم عندها مشاكل داخلية، ولكن كيفية إدارة المشاكل الداخلية من خلال مدير كورة، من خلال مدير فني، من خلال مجموعة لاعبين محترمة، من خلال مشرف على الكورة، أنا بتكلم هنا على سيستم النادي الأهلي. فكيفية، لكن هو أنا أقدر أطلع أقول إن في مفيش مشاكل في فريق الكورة في الأهلي؟ ده أنا يعني ده الناس تضحك عليا. مستحيل طبعا، ده منظومه فيها 50 كان اي بيت فيه مشاكل، اي بيت، اي اسره في اي بيت فيه مشاكل، مش هيبقى في فرقه يا راجل. ده يعني ده احنا كان فاضل نقول لمحمد صلاح وكلوب نجيب لكم اتنين ليمون. يعني من كود اتنين ليمون دول يعني علامه على الحب يعني. ده بقول لك ايه، بص مسكوا في بعض ازاي. ده احنا الانفرادات وصلت دلوقتي ان بنعرف الحديث اللي دار ما بين كلوب ومحمد صلاح على الخط. احنا دلوقتي الانفرادات بتاعتنا تخطت الانفرادات المحليه بان قفشه جامعه متعلقات وساب النادي ومشي. وصلنا دلوقتي ان احنا بنقول الانفراد التفاصيل ما دار ما بين كلوب ومحمد صلاح. الحد وصل لمرحله بصراحه. عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان الاخبار دي من كتر ما بتتردد ممكن الناس تصدقها يعني. ممكن ما هو ده عشان كده انا بطلع اقولها يعني كل يوم. اسمع عبد الحكيم ابو عالم طلع يقولها في القناه الفلانيه، واحمد ثابت طلع يقولها في القناه الفلانيه، فانا كمستمع بعمل ايه؟ تصدق ده ممكن يكون فيه ده قفشه ماشي. ده قفشه لما تستمع حضرتك كنت كابتن نادي الاهلي ومنتخب مصر، مش طبيعي ان انت لو المدرب ما يلعبكش مش هتبقى متضايق؟ انا ما بقول لك ايه، انا لسه كنت بقول هذا الكلام في الانترو، بقول يا جماعه انا من نوعيه الناس اللي لو في لعيب المدرب يحطه كل ماتش احتياطي وهو قاعد ما بيعملش حاجه كده، ده انا بالنسبه لي لا يصلح للعب، مش في النادي الاهلي، في اصغر نادي في الدنيا. فده دي الفكره. لكن في يا جماعه، وفي فرقه من غير مشاكل؟ هو في بيت من غير مشاكل؟ احنا هنهزر؟ محدش يضحك عليكم ويقول لكم هذا الكلام، ولكن زي ما بقول لحضراتكم دائما كيفيه اداره المشاكل يعني. صح. فانت بتكسب في الفتره دي، بتحاول ان انت الاداء كمان بيهدي الدنيا، بيهدي الفرقه، بيديك شخصيه، بيديك ان انت الفوز بيجيب فوز، يعني انت لما كسبت ماتش بتجيب الثاني في الثالث في الرابع، غير ان انت ان شاء الله نكسب باذن الله بلديه المحله كمان عشان تبقى عملت 4 فوز، امنت نوعا ما، بتبدا تستعيد بقى ان انت تخش في المنافسه مع بيراميدز عشان تركز في مباراه الترجي، يعني دي حاجه مهمه. خلاص انا اعتقد بعد يوم السبت بالليل كله هيضع الدوري جانبا وكلنا هنقف خلف فريقنا ان شاء الله للمباراه النهائيه. ابرز المكاسب النهارده اللي بشوفها انا بقى يعني شايف عمر كمال عبد الواحد ده لعيب كبير قوي، لعيب عنده شخصيه وبيلعب في اكتر من مكان. يعني معلق المباراه كان عمال يقول في الاول، كان يقول لك ايه ما عندوش حلول، فعمر كمان رد عليه ده ما عندوش حلول، ده بيلعب ده باك يمين وبيلعب باك ليفت في ماتش زي ده. يعني نجيب الاهداف حتى. بص حضرتك في الريتم، النادي الاهلي بقى بيفرض احلى حاجه في مارسيل كولر مع النادي الاهلي، الريتم السريع والضغط العالي. مش اي فرقه يعني، الاتحاد السكندري في اول نص ساعه ما قدرش يستحمل. ليه؟ الريتم اللي فرضه النادي الاهلي والضغط اللي عامله النادي الاهلي ضغط ممتع. بص هنا البدايه، بص هنا عمر كمان ده الجون الثالث ده. لا هات الاهلي نجيب من الاول. نجيب طبعا. طبعا ده احلى جون ده. عمر كمال واحد من الحلول، يعني الناس كان تقول لك ما عندوش، لا عنده حلول، بيديك حلول. ده عمر كمال ده اكتر لعيب في مصر عنده حلول. ليه؟ لان هو بيلعب ظهير ايمن، ظهير ايسر، بيلعب جناح، وممكن يلعب في وسط الملعب ثالث. لعبها مظبوط، لعبها مظبوط. بص الدخله هنا، اللعيب متوقعين كباك ليفت هيط، لا ده بيخش وبيشوط من مسافه بعيده وفي المقص، وهو جابها قبل كده مع فيوتشر، اللي تابعه مع فيوتشر جاب اهداف كتير جدا حتى في الدوري ده. بس هو النهارده كشفوا نقطه ضعف عند مهدي سليمان جامده جدا، الناحيه اليمين. اليمين بتاعه اشتغلوا عليها في التحليل جامد جدا، وقال لك ان عنده نقطه ضعف واضحه جدا في الاربع اهداف كلهم على ناحيه واحده، الناحيه اليمين بتاعت مهدي سليمان. وكان في 5 تسديدات تانيين كان على نفس الناحيه بالظبط. يعني كان واضح ان في تعليمات صريحه على الناحيه دي، واضح ان في تحليل للنقطه دي. لو جبنا كمان الجون الاول، بص الجون الاول بقى امام عاشور، وانا بحب الثلاثي قوي في الفتره دي بصراحه، لما بطمن لما بشوف الثلاثه دول في وسط الملعب. طبعا اللعيبه كلها ممتازه، ولكن الثلاثه دول تحديدا، بص هنا امام عاشور وحسين الشحات وعمر كمال، الجبهه دي كانت قويه قوي قوي، عاملين جبهه ثلاثي. المثلث اللي هو ناحيه الشمال ده مقربين من بعض، بيتحركوا بدون كوره، وبعدين في تفاهم ممتاز ما بين امام وبين الشحات. هنا امام لعبها طوليه، بص عمر كمال قطع لجوه، طبعا ضربه جزاء واضحه. هنا هشام صلاح الباك رايت دخل عرقله واضحه جدا، حسبها. هنا بقى التسديد، هنا في ضربات الجزاء في انواع من التسديد اللي هي بتبقى جنب العارضه او في المقص، دي بيسموها زوايا من الصعب ان هي تتصدى اصلا. وسام ابو علي واحد من اللعيبه، يعني لو اتكررت كذا مره مفيش حارس يقدر يصدها. ليه؟ لانها في المقص. فدي واحده برده من المكاسب النهارده، انت مهاجم ممتاز وسام ابو علي ده بصراحه مكسب كبير قوي في النادي الاهلي، بقى عامل لك عمق هجومي.
عجبني في كولر كمان ان هو بيقسم الماتش، بيدي كل لعيب فتره معينه. هات الجون الثاني، شوف التحرك في بدايته لاسامه ابو علي، الجون اللي هو لعبها لرضا سليم، بص التحرك اسامه ابو علي يا جماعه، لا هاتها من الاول، ارجع شويه، ارجع، ايوه وقف هنا، بص بص هنا هنا، وسام جاي منين؟ جاي من ورا المدافع عشان يفضي المساحه في ظهر المدافع، المدافع بيفكر تفكيرين، انزل معاه ولا سيبه للي هو سليف مورو اللي هو في وسط الملعب، ارجع معلش ثواني، ارجع حتى بس من الاول، هنا شوف تفكير المساك معاه، هل هنزل ولا هسيبه؟ خد بالك هو برضه سرق المدافع كمان. بص الاستلامه على فكره في ماتش الاسماعيلي، لو نعرف نجيب الجون اللي هو الجون الاولاني اللي هو بتاع الماتش الاولاني بتاع الجونه، سوري الماتش اللي فات، ماتش الجونه التسديده بتاعت امام عاشور، هتلاقي نفس الاستلامه اللي عاملها برضه اسامه ابو علي. اسامه ابو علي يا جماعه بيستلم بظهره كويس جدا، واحد من احسن المهاجمين اللي بتستلم تحت ضغط بشكل كويس. ارجع بقى هات التسديده الجميله قوي بتاعت رضا سليم دي، اون فاير فعلا، يعني النهارده رضا سليم بيقدم حلول. رضا سليم من اللعيبه اللي كانت محتاجه ثقه في الفتره الاخيره، اداؤه في الماتشين الاخر عاد جزء كبير جدا من مستواه، واحنا محتاجينه جدا في ماتش الترجي. بص هنا التثبيته، ده ثبت المدافع والحارس، والركنه الحلوه جدا بالشمال رغم ان هو ايمن. هنا الاثنين المحترفين النادي الاهلي جايبهم، سواء وسام سواء رضا سليم، بيتالقوا، واحنا محتاجين واحد زي، بس انا بحس ان رضا سليم في اليمين بيتالق على هو الشمال، هو ناحيته اللعب في الجيش الملكي اليمين، بس هو كان بيلعب برضو مارسيل كولر كان بيحطه شمال ساعات، بس لما بدا يلعب في اليمين تحس ان هو، انا بس عايز اوضح لك نقطه في مخص رضا سليم، الاصابه بتاعت نوعيه رضا سليم يا كابتن اسلام، وانت حضرتك لعيب كوره كبير، بتخلي فيه بعض اللعيبه لما ترجع يبقى عندها فوبيا، خوف ان مثلا يقع على كتفه، ممكن تحصل له خصوصا ان غاب فتره طويله. بس اقول لك زي امام، امام برضه نفس الفكره، بس يعني ما هو يعني ما في ناس جات لها مثلا رباط صليبي زي احمد فتحي زمان، قعد اربع شهور ورجع، وفي ناس جات لها رباط صليبي ممكن تقعد سنه. صح. فهي نوعيه اللعيبه والتكوين العضلي بتاعه وحاجات زي كده، في لعيبه زي امام عاشور قعد شهر واسبوع، اصابه محمد الشناوي دي لو واحد غيره ممكن يقعد ست شهور. فهي تكوين العضل للاعيب معين بتبقى، وكمان درجه الاصابه بتاعت رضا سليم كانت تهشم كامل في عظمه الترقوه، ما كانتش كسر زي امام عاشور. بس وسام كمان، ويعني في فرق في الشخصيات برضه، في لعيب ممكن اول ما يجي من النادي الاهلي تلاقيه دخل على زي اسامه ابو علي، اسامه ابو علي ما احتاجش وقت، رضا سليم من النوعيات اللي هي محتاجه محتاجه وقت شويه، حتى مع الوقت طول ما هو بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات هتلاقيه بيتطور اكتر، لان وسام لسه رضا سليم لسه صغير، فمع الوقت مع الماتشات هتلاقيه مستواه بيزيد. يمكن احنا حتى لو جبنا ارقام رجل المباراه عمر كمال عبد الواحد معانا الصوره، هنلاقي ان هو لعب 90 دقيقه، هو اخذ رجل المباراه ليه، احرز جون، حصل على ركله جزاء، لمس الكره 64 مره، دقه تمريراته 82%، عمل مراوغه وليه محاوله اللي هي جت جون، وعمل عرضيتين، ده برده عدد بالنسبه للعرضيات قليل. ليه؟ لان هو ستايله هو يخش لجوه، لانه بيلعب باك ليفت برجله اليمين، فكان دايما يخش لجوه ويشوط، عكس مثلا لو انت بتلعب بباك ليفت، لو تلعب على عدلتك. وانا برده بتمنى ان كريم الدبيس برده يخش في الصوره بصراحه، كريم الدبيس مع عمر كمال مع علي معلول يخش. ليه؟ لان احنا محتاجين، لان انت عندك ماتشات كتير. انا الحقيقه اكثر رقم شايفه ال 82% دقه التمرير، اعتقد ان ده رقم مهم جدا. طبعا لا، لعيب بصراحه مكسب كبير جدا، ولعيب عنده حلول، بيلعب شخصيه كمان، شخصيه النادي الاهلي برضو. خد بالك ان في لعيبه نفس الكلام اللي ينطبق على وسام ابو علي، ان في لعيب يدخل يبقى موجود عندك شخصيته، لاعب منتخب، لاعب منتخب دولي، ده بيفرض عليك ان الشخصيه بتاعته بتساعده. لو جبنا ارقام وسام ابو علي برضو، هنلاقي وسام ابو علي ورضا سليم معانا، هنلاقي وسام ابو علي مثلا احرز جون وصنع جون في كام؟ في 61 دقيقه. وهنا الشطاره من كولر ان هو لو تلاحظ ان هو بيدي له 60 دقيقه، بيدي لامام برده 60 دقيقه، بيحاول ان هو يخلص الماتش في الشوط الاول دايما زي ما بيعمل، او اول 60 دقيقه يحاول يخلص الماتش ويريح اللعيبه. وسام في رقم مميز قوي ان هو كسب 3 التحامات هوائيه من 5، ده من الاكثر الارقام طبعا، احرز هدف، صنع هدف، لمس الكره 18 مره، الدور الدفاعي بتاعه شتت الكره 3 مرات، صنع فرصه. هات رضا سليم برضو عشان ارقامه معانا، هتلاقي رضا سليم برضو من اللعيبه اللي هي جابت جون، عمل محاولتين على المرمى منهم محاوله صح، لمس الكوره 41 مره، صنع فرصتين، فاز بالتحامات ثنائيه 5 من 8، والدور الدفاعي بتاعه رضا سليم بيتطور، حتى التاكلنج الصحيح 3، العرضيات 2، لعب 84 دقيقه النهارده، هو اداله اكتر عشان بيريح بيرسيتاو، ودي واحد من اهم المكاسب النهارده، راحت معلول وبتريح بيرسيتاو، مع ان انت بتكسب رضا سليم
بتكسب واحد زي وسام ابو علي بتدي له 61 دقيقه ويسجل، تنزل كهربا وياخد الثقه ويسجل، دي برده مكسب مهم جدا. الناحيه الثانيه حسين الشحات بدا يستعيد جزء كبير بعد ما كان القناع والاصابه اللي كان يعني لابسه للقناع كان مؤثر عليه شويه، بدا يستعيد جزء كبير من مستواه. تكسب واحد زي عمر كمال ناحيه الشمال هايل. المساكين النهارده بتريح منعم في اخر الماتش، ففي مكاسب كتير. برده معانا ارقام امام عاشور اللي هو واحد بشوفه بصراحه احسن لعيب في مصر حاليا، اهم حاجه الاستمراريه. ده بلا منازع، بس اهم حاجه الاستمراريه. هو احسن لعيب في مصر بس اهم حاجه الاستمراريه يعني لازم يفضل موسم واثنين وثلاثة ان شاء الله. امام واحد من اللعيبه الكبيره، ارقامه معانا واحد لعب 61 دقيقه، لمس الكوره 42 مره، صنع فرصتين وعمل 5 تمريرات طوليه، ده برده من الارقام المميزه رغم ان هو لعب 61 دقيقه بس، زيه زي اسامه ابو علي عمل محاوله على الجون وتاكلنج صحيح. فانت النهارده برضو امام عودته في الفتره الاخيره بتفرق كتير في وسط ملعب النادي الاهلي. طيب برضو واحنا بنتكلم في هذه الامور، هناك بعض الاخبار او شائعات بتتكلم عن خناقه ما بين محمد مجدي قفشه وكولر، ايضا بعض الاعلاميين تحدثوا عن محمد الشناوي. اي يعني عايزك تقول لي كل معلوماتك الدقيقه والصحيحه في هذا. في انا هقول لك معلومات في الامر ده، اتكلم عن وجهه نظري بالظبط يعني. كده اولا محمد الشناوي من العيب على انك كلنا بدون استثناء، مش كان كصحفي او اي حد يعرف تاريخ محمد الشناوي، من العيب انك تقول على محمد الشناوي ان هو مش عايز يقعد احتياطي، ده معناه ادعاء الاصابه. من العيب انك تقول على محمد الشناوي لازم يتم عرضه على طبيب نفسي. اللي هقول لك عليه انا هقول لك معلومات. محمد الشناوي عايز يلعب، محمد الشناوي عايز يلعب، بس محمد الشناوي مش عارف طبيعه الاصابه. متفقين. عارف طبيعه الاصابه طبعا اللي عنده. محمد الشناوي لما رجع، ودي بتحصل مع اي حد كان مصاب في الكتف بدنيا بيرجع، مش قوي لما بيرجع لازم بتجيله اصابه عضليه، حصل له اجهاد في عضله السمان، غاب 4 ايام ورجع التمرينه واحده بس قبل الماتش، تدريبه المستبعدين كمان، واتمرن تمرينه امبارح، فبالتالي من الصعب جدا انه يتواجد في المباراه اللي هي بتاعت النهارده. طيب هتقول لي ماتش بلديه المحل، انا هنا بقى مش معلومه، هنا انا لو انا وديني صحفي مش هلعب ماتش بلديه المحل. ليه؟ ارضيه ملعب المحل ارضيه صلبه جدا، وده واحد راجع من اصابه كتف، فانا لو رايي انا ما يلعبش ماتش بلديه المحل، لان صعب جدا الراجل ده لو نزل على كتفه في الارضيه الصلبه دي كذا. لكن تيجي تقول لمحمد الشناوي عامل مشكله، طيب بالعقل والمنطق لو محمد الشناوي عامل مشكله ازاي كان موجود وهو اللي بيتكلم مع اللعيبه، والنهارده تواصل مع اللعيبه ودي معلومه في المعسكر، واتكلم معاهم على مباراه الاتحاد دي، مش فرقه سهله، الاتحاد دي رابع دوري او بقت خامس من ضمن الانديه اللي عايزه تلعب، عندها طموح انها تلعب كونفدراليه. الاتحاد النهارده لو لا قدر الله كان كسب كان هيبقى هو الطرف اللي هو اكتر من الخناقه بتاعت انبو والمصر اللي شغالين فيها دلوقتي، كان هو بقى هيخلي انبو والمصر على جنب وانا اللي عايز العب كونفدراليه، لان في خناقه دلوقتي دايره وده في حاجه هيلعب كونفدراليه وكل واحد مطلع بيان. دلوقتي احنا وصلنا لمرحله من الهزل ان دلوقتي كل نادي بيقول لك انا اللي العب، يعني ما تعرفهاش ازاي. فكان النهارده الاتحاد لو كان كسب كان خلص الموضوع، فالاتحاد عنده طموح. النهارده كابتن محمد الشناوي هو اللي تواصل مع اللعيبه في المعسكر. طب هو لو راجل زعلان او مخنوق او حاجه زي كده هيتواصل مع اللعيبه ليه؟ محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه طبعا زعل انه ما بيلعبش ماتش مازيمبو، ما بيلعبش اساسي، وده شيء طبيعي جدا على فكره. لكن هل هناك تجاوز؟ هو ده الموضوع. لو في تجاوز واحد بنوعيه مارسيل كولر كان حاطه النهارده في القايمه، مستحيل واحد يطلع اعلامي يقول لك ايه، والله وانا اسف يعني لما اقول الكلام ده، يقول لك ان محمد مجدي قفشه جمع متعلقاته ومشي من النادي. طيب لو حضرتك بتتكلم يعني خاطب دلوقتي الجماهير ما بقوش الثمانينات والتسعينات يا كابتن اسلام، الناس دلوقتي السوشيال ميديا بتعرف تسرش وتعرف تعمل سيرش، ما بقاش زمن الثمانينات والتسعينات ان انا بكتب لك موضوع انت بتاخده كمتلقي ما عندكش اداه سيرش ولا اي دلاله تحقق من الموضوع. لما تيجي تخاطب واحد تقول له خد متعلقاته ومشي، طب فين فتره الانتقالات؟ احنا الدوري عندنا السنه دي ممكن يخلص في شهر 10، فمحمد مجدي قفشه هيمشي دلوقتي وهيسيب النادي، واحنا في شهر 5 هيقعد 5 شهور في بيتهم؟ هيقعد 5 شهور في بيتهم؟ يعني حتى لغه العقل لما تيجي تخاطب ناس خاطبهم بالعقل. طب تيجي تكلم انا اقعد 5 شهور في بيتي اعمل ايه؟ طيب هل واحد زي محمد مجدي عفشه لما ياخد حاجته ويمشي هيتعاقب بقد ايه؟ وهو ده النادي الاهلي مؤسسه، وبعد كده يقول لك اصل حسين الشحات مش عارف مين. طب يا جماعه هو في توقيت معين ان انا اوجه شائعات للنادي الاهلي في هذا التوقيت؟ اللي المفروض انا النادي المصري الوحيد اللي بوصل للمره الخامسه على صحيح. التوالي لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره السابعه في اخر 8 سنين، هو ده اللي يعني انا دلوقتي بتضغط للمباريات وبقول ماشي ما عنديش مشكله، لدرجه ان انا مثلا بتطلع ناس تقول لك الحقيقه كان مراعي دكتور ثابت ان الاهلي مؤجلات مباريات كتير جدا. طيب الفرق بين الاهلي والزمالك مباراه، الاهلي لعب كم بطوله زياده عن الزمالك؟ اثنين ايه؟ لعب اثنين ثلاثه
لعب ثلاث بطولات زياده عن الزمالك. كاس السوبر المصري للابطال دي بطوله ما بقتش ماتش. كاس العالم للانديه والدوري الافريقي. الدوري الافريقي لو خد النقطه الرابعه. دوري ابطال افريقيا دور المجموعات الزمالك لعب مباريات منه ما لعبش غير مباراه بره الارض في الست مباريات. احنا لعبنا الثلاث مباريات بره ملعبنا. الكلام ده يتحاسب على فكره. انت لما بتسافر بطياره الله طبعا كل ده بيتحسب. طب شوف كل اللي بقول لك عليه ده ثلاث بطولات وعندك ماتشات دوري المجموعات كلها اتلعبت بره وهو ما لعبش ولا مباراه. كل ده فرق مباراه في الدوري. فدلوقتي احنا وصلنا لمرحله انت بتخاطب اقسم بالله الجمهور بيفهم اكتر من 80 90% من الناس اللي بتتكلم. انا بقول بمنتهى الامانه يعني جمهور الاهلي وانت فاكر انت بتودي له المعلومه عشان يروح يقول لك ايه الدنيا بايظه في الفريق. طب النهارده جماهير النادي حتى لو كان عدد قليل كان موجود في الاستاد هتفوا لخالد بيبو هتفوا لمارسيل كولر هتفوا اللعيبه فرد فرد بما فيهم محمد مجدي قفشه اللي انت عايز تطلعه متمرد بما فيهم عمرو السريال اللي انت بس اللي ما كانش موجود في الملعب اصلا. الجماهير دلوقتي يا جماعه لما انت بتطلع عشان تتكلم لازم تفهم ما بقاش الجمهور الثمانينات والتسعينات اللي انت بتوجهه محمد الشناوي. يعني محمد الشناوي طول تاريخه ده كله يا راجل ده كان بيلعب وهو مصاب. هيجي دلوقتي وهو بقى كابتن الفريق يعمل لك ان هو مصاب يعني يدعي الاصابه عشان ما يلعبش. يعني حتى لو ما تخاطب لغه العقل. انا هنا بقول لك على معلومه بس بقول لك بالمنطق وبالعقل محمد الشناوي مستحيل يعمل الكلام ده. انا معاك في كل هذا الكلام ولكن وعلى فكره هذا الكلام يا كابتن اسامه انا مش بقوله على الاهلي بس يعني انا نفسي برضه بس هم كده كده ما بيتعملش مع الزمالك الكلام ده. يعني حتى لو الزمالك عنده حاجه دلوقتي اللي بيلعب نهائي الكونفدراليه المفروض برضه كل الناس تدعم الزمالك. نفس الموضوع نفس الامر برضه رغم هم كده كده ما حدش بيجيب سيره الزمالك بس انت لو الكلام ده الاشاعات هتوجه للزمالك انا هقول لك لا يا باشا الزمالك لحد ما يخلص نهائي الكونفدراليه يعني خليك وراه. نفس المنطق على الاهلي خلينا على الزمالك برضه رغم ان هي بطوله يعني ما فيهاش فرقه والامور فيها سهله والدنيا ماشيه بس مش مشكله برضه خليك وراه. لكن انت موجه كل سهامك ده واحد طلع عياد العسقلاني. طب ومين قال لك ان الاهلي اتفاوض مع عياد العسقلاني؟ يعني وما بحبش اتكلم على لغه الكباري. طب وهو مين اللي اتكلم على عياد العسقلاني؟ في مسؤول رسمي في الاهلي اتكلم صراحه لا لا او تلميح؟ انا بقى مش معاك في النقطه دي. عارف ليه؟ لانه انا على فكره والله العظيم ثلاثه انا ما عندي معلومه في القصه دي ولا اعرف عنها اي حاجه. ولكن النادي الاهلي يتفاوض مع اي حد هو عايزه. مظبوط. طالما عنده او عقده يسمح جوه مصر او بره مصر طالما عقده يسمح من حقه انه تقول لي كوبري. سيبك من الكلام اللي لا انا هنا بتكلم كصحفي. سيبك من كلام التسعينات ده مش انت. انا بكلمك على اللي بيقول هذا الكلام. ما هو انت عايز تعمل فتنه. انا لو انا بالظبط انا لو فتنه لايه؟ لا خلاص ما فيش حاجه اسمها كده. النادي الاهلي خد لعيبه من النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي لعيبه كتيره جدا راحت من الاهلي للاسماعيلي مباشره، وبالتالي انت بتتكلم في دلوقتي في وقت او احنا الوقت اللي احنا عايشين فيه ده وقت احترافي، بمعنى ان خلاص اللي عايز يروح يروح، ما فيش حاجه اسمها كوبري ولا ما كوبريش، انا من حقي كنادي اهلي اتفاوض مع اي لاعب في العالم. في العالم، جوه مصر، بره مصر، تركيا، حته هنا في حته هنا ما عنديش مشكله طالما عقده يسمح وطالما النادي بتاعه يسمح لي. طب هو التوقيت ده المناسب؟ ده اللي انا بربط حته التوقيت. طبعا لا بس برضو انا دايما مش مع ان يتقال لك اصل كباري. لا ما عنديش مشكله في هذه الامور. مفيش حاجه اسمها كباري اساسا. مفيش حد يعني قال لك يا راجل انا الحمد يعني انا لسه عايش ما متش وبيقول لك ده اسلام طلع السعوديه عشان مع مش عارف مين عشان يروحوا فين. انا بسمع الكلام ده وانا قاعد كده ولادي قاعدين يقولوا لي انت. اقول لهم يا اولاد انا ما الكلام ده انا اول مره اسمعه والله. قال لي امال بيقولوا كده ليه؟ فهي بتوصل لمراحل الكذبه ويكذبها. في مهندس اسمه عفيفي بيقول لك ايه مره قال لك او مش مره هو كل ما بيطلع يتكلم على القصه بتاعتي انا والاهلي والزمالك يقول لك اسلام فتح الاتحاد الكوره يوم الجمعه الساعه 12 الظهر واقسم بالله هذا الكلام كذب بين والله العظيم ثلاثة والله العظيم ثلاثة كذب بين ما حصلش لم يحدث. اللي حصل ان انا كنت في اتحاد الكورة يوم الخميس الساعة 12 ظهرا والشيك كان في ايديا وده كذب. كل اللي بيتقال في هذا الامر كذب بين وتدليس واضح ولكن هتطلع تقول ايه ترد على مين؟ ما هو ده كابتن اسلام معلش ما هو دي اكاذيب بتاكد. وخلي بالك ده الناس كلها تقول لك ايه دلوقتي لما بقرا الايام في الاوقات الطبيعيه في على السوشيال ميديا يقول لك ايه فاكرين قضيه اسلام الشاطر لما فتحتوا له الاتحاد الكوره في عز ما الاجازه ويوم الجمعه واقسم بالله العلي العظيم ان هذا الكلام كلام كذب وعمره ما حصل. طيب شوف حضرتك بقالك كام سنه
والكلام ده انا ايه استاذ عبد الحكيم قصده في حته ايه ان لازم الاعلام المصري يساعد النادي الاهلي في الفتره دي. احنا عندنا 10 ايام تعرف انا عايز مساعده اعلام انا معاك لكن تعرف انا عايز مساعده الاعلام المصري ازاي خلال الفتره اللي جايه ما يعملش مشاكل انتقد اداء ما عنديش مشكله لا خلاص انتقد الكلام على فكره فني طبعا لكن واحد يطلع يقول لك ايه اصل كولر ده مفلس فنيا. طيب انا كراجل قاعد بتفرج عليك لما انت تقول هذا الكلام هل من المفترض ان انا اصدقك؟ هل من المفترض ان انا اقول ان انت شخص عاقل وانت بتتكلم عن لكن ممكن تعمل ايه بقى؟ عايز تطلع احمد ثابت ما عندوش فكره هعمل ايه؟ بص احمد ثابت كل اخباره اجيب له بقى الحاجات اللي بيعملها كل اخباره فيها غلطات ومضروبه ومعموله وبتاع ومش عارف ايه فالناس هي اللي تقول مش انا اللي اقول. عايز كولر مفلس بعدد البطولات اللي خدها دي هات يا عم كام لقطه خسر من كام ماتش خسر كام ماتش بطولة كام لقطه من اللي موجودين في ماتش النهارده إيه؟ الماتشات الكبيره عملوا ايه يا كابتن اسلام الفتره اللي هو عملها هم عملوا ايه ما هو نفس حاجه بتقول نفس المنطق بيع الكذب بيع الكذب برافو عليك بيع الكذب من خلال واقع بص مفيش واحد من جمهور الاهلي مش زعلان على الخساره من الزمالك 2-1 لا طبعا رغم ان انت وقت ما اتعادلت 1-1 لو العشر دقايق اللي بعديهم ضيعت ثلاث فرص جبت كنت خدت الماتش بس برغم كده بس برغم كده كان الناس زعلان يقول لك ايه خسر والدنيا واللي حصل والدنيا اتقلبت على مارسيل كولر اول امبارح الزمالك خسر من سموحه اول امبارح وانا مش هتكلم عن التحكيم دلوقتي خليه لفقرته يقول لك لازم نلتمس العذر لجوزيه جوميز ده على اساس ده كان مثلا واخد كاس العالم وده مش واخد 7 بطولات في سنه هو كسب بطوله كسب الاهلي هي دي بطوله دلوقتي هدي بجد والله دي بطوله هنعمل لها كاس يا عم زي كاس الكرامه كده كسب بطوله هنعمل كاس اسمه كاس البيت الكبير للي يكسب النادي الاهلي في طب خلاص يبقى البنك الاهلي ياخد كاس برضه اللي عايز بقى اللي عايز ياخد كاس يا والله ده احنا وصلنا لمرحله من عموما هنكمل كلامنا في كل هذه الامور وكل الامور الفنيه لهذه المباراه ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين ثابت اخبار الترجي معنا كذا خبر للترجي اول خبر معنا ان هو قبل المونديال الترجي يحلم بخوض بطوله ال 28 مليون دولار ايه بطوله ال 28 مليون دولار دي اللي هي الانتر كونتيننتال البطوله دي اسمها كاس انتر كونتيننتال دي لفيفا البطوله ديت هيلعب فيها الفايز من ان الخبر ده يخص النادي الاهلي ويخص الترجي الكسبان من النادي الاهلي والنادي الترجي في النهائي هيتاهل لكاس الانتر كونتيننتال اللي هي كاس العالم للانديه اللي هي هتتلعب كل سنه بطوله مصغره من كاس العالم للانديه هتتلعب بنظام اللي هي بطوله واحده يعني برضو عشان نشرحه للناس هو هيبقى عباره عن 3 مراحل بطل اسيا وبطل افريقيا وبطل اوكيانوسيا يعني هيلعبوا زي تصفيات ما بينهم بص دي المرحله الاولانيه ما بين مثلا نفترض العين اللي كسب اسيا والاهلي ان شاء الله كسب دوري ابطال افريقيا تمام هيتعمل قرعه بين الاثنين اللي هيكسب القرعه هيلاعب بطل اوكيانوس اللي هيكسب من اللي هيخسر من القرعه وده هيستناهم الاهلي مثلا نفترض العين كسب في القرعه العين لاعب بطل اوكيانوس والاهلي يستناهم اللي كسب من الاثنين دول يروح ملعب العين اللي يكسب من المجموعه دي كلها يروح يلعب بطل امريكا الجنوبيه بطل امريكا الجنوبيه برضه بيلعب بطل الكونكاكاف الناحيه الثانيه يعني هي عباره عن نصين نص في النادي البطل اسيا وبطل افريقيا ان شاء الله اللي هو النادي الاهلي والعين الاماراتي وبطل اوكيانوسيا والنص الثاني في بطل امريكا الجنوبيه وبطل الكونكاكاف هتبقى مباراه ومباراه وبعد كده الكسبان يلعب في النهائي مع بطل دوري ابطال اوروبا وخد بالك المباريات دي مش دوره مجمعه كل سنه كل سنه ارض محايده يعني كل ماتش يعني كل ماتش مثلا الاهلي هيلعب العين مثلا هتبقى على ارض محايده مثلا يلعب ممكن يلعب في اوروبا هتبقى كل ماتش ارض محايده مش هيبقى دوره مجمعه والكلام ده كله بس الماتش الاولاني مش ارض محايده الماتش الاولاني هيتلعب في ملعب يعني مثلا يا بطل اسيا يا بطل افريقيا يعني ممكن لو القرعه وقعت النادي الاهلي مع بطل اوكيانوسيا هو اللي اتظلم في الموضوع ان اول ماتش هيبقى مثلا ممكن في استاد القاهره ده اول ماتش بعد كده اللي هي المباراه الثانيه اللي هي مع بطل امريكا الجنوبيه هتبقى يوم 14 ديسمبر 2024 والمباراه النهائيه هتبقى 18 ديسمبر 2024 دي البطوله دي الجديده جوائزها بقى المركز الاول البطل هياخد 6 مليون دولار الوصيف 5 مليون دولار المركز الثالث 4 مليون دولار المركز الرابع 3 مليون دولار فالنادي الاهلي ان شاء الله لو اخذ بطوله افريقيا هيبقى عنده بطوله ثانيه
كاس عالم مصغر اللي هي اسمها الانتر كونتيننتال في شهر 12 الجاي، وبعد كده كاس العالم للانديه في امريكا في شهر 6. فده عشان كده الخبر كان منزلينه في الاخبار اللي بتخص الترجي. الخبر الثاني عن الترجي، الترجي بتاع رودريجو. رودريجو قال لك يشرفني اللعب في تونس. هيجنسوه في اتجاه كبير، ان المهاجم البرازيلي ده اللي هو طبعا متالق في مراحل شعر اصفر ده. لا لا مش ده. هو ده اللي قدام. مش ده. لا لا هو لا هو الثاني هو ده. هو ده. اللي هو اللي راس الحربه ده، سجل في اول خمس ماتشات في مرحله البلاي اوف 5 اهداف. ففي اتجاه لسه في تفكير في الفتره دي ان هو يتم تجنيسه في المنتخب تونس. عايز اقول لك بس مفارقه على المهاجم ده يا كابتن اسلام. اتفضل. المهاجم ده جه خضع للمعايشه في الترجي اكتر من شهر، يعني كانوا تحت التجربه اكتر من شهر، وبعد شهر كانوا في كلام ان ممكن ما يتعاقدوش معاه. فبعد كده خلاص قرروا انهم يتعاقدوا معاه. بعد ما تعاقدوا معاه تالق، يعني هو قعد فتره لحد ما دخل في الاجواء في تونس، نفس القصه بتاعت اي مهاجم يجي وقعد فتره لحد ما ثبت نفسه. لكن في الاول قعد شهر كامل محل اختبار عندهم في الترجي الرياضي التونسي. الترجي في موقع وين وين عمل معاه حوار، في الحوار الصحفي يعني، قال لهم سالوه قالوا له ايه رايك في مواجهه النادي الاهلي في النهائي، قال لهم يجب علينا الثقه بعملنا، نحن نقدم موسم جيد للغايه سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا، لذا سنواصل العمل لنقدم مباريات كبيره، يجب علينا اللعب بلا خوف لاننا نعرف جوده فريقنا، سنلعب من اجل الفوز وان نصبح ابطال افريقيا. يمنحنا المدرب دايما الثقه الكبيره ويطلب تطبيق ما قمنا به بتدريبه خلال الايام قبل المباريات، وضد الاهلي لن يكون الامر مختلفا، انه فريق منافس للغايه ويعرف كيف يلعب بشكل جيد في دوري ابطال افريقيا. ليس من العجب أنهم في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، نحن نعلم أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم في الدوري المحلي، ولكن هذا لا يعني شيئا، لديهم 2 من أفضل الهدافين في البطولة وهما حسين الشحات ومحمود كهربا، لاعبان جيدان جدا على مستوى الدوري المحلي والمنتخب الوطني، ويمكنهما أن يحدث الفارق لصالح الأهلي. اتكلم عن ميزة لعب مباراة الإياب لصالح الأهلي وقال حتى الآن في البطولة قمنا بخوض جميع مباريات الإياب خارج ملعبنا. إن هم لعبوا بيتعرضوا لنفس الموقف ده في النهائي يعني. كان الأمر كذلك ضد أسك وصن داونز وسيكون الأمر كذلك ضد الأهلي. أعتقد أن الأهم أن نحصل على ميزة وهي نتيجة جيدة في مباراة الذهاب. دي كانت تصريحاته. عندنا حكام مباريات حكام الفاينل نهائي دور الأبطال. مباراة الذهاب اللي ستقام في الملعب الأولمبي برادس يوم 18، الجزائري مصطفى غربال، ويمكن في بعض من جماهير النادي الأهلي بتتفائل بيه على أساس إن هو كان حكم مباراة القاضية، بس كنا نتمنى إنه يكون مواجهة الإياب يعني مش مواجهة الذهاب. فمصطفى غربال هو حكم ذهاب نهائي دور الأبطال اللي سيقام في الملعب الأولمبي برادس، ومعاه الموريتاني دحان بيدا في غرفة تقنية الفيديو. مباراة الإياب الكونغولي جان جوك نادالا، ومعاه لحوب بن ابراهيم في غرفه تقنيه الفيديو. مباراه الاياب هتقام في القاهره يوم 25 باستاد القاهره ان شاء الله. الخبر اللي الخبر الرابع اللي معانا، نستعرض بس الاخبار. اتفضل. الخبر الصوره هتلاقي فيه قرار مفاجئ من اداره الترجي بشان تجديد عقود نجوم الفريق. القرار الخبر بيقول ان مسؤول الترجي اجله موضوع التاجيل بسبب عايزين يقفلوا على الفرقه. تجديد. تجديد. عايزين يقفلوا على الفرقه بعد ماتش بعد ماتش النادي الاهلي. ده طبيعي على فكره. وده نفس نظام الاهلي. وبرده قفلوا التصريحات الصحفيه خالص. بس هم قفلوها على فكره مش عشان هم هناك، دي معلومه ليك انت يعني. عشان الاعلام اللي عندنا في مصر هنا كل شويه تليفون. حد تواصل مع حد هناك وعمل مداخله فعملت زي ما تقول ازمه كده في الكلام هناك، ان هم مثلا كانوا يعني لها اهداف معينه فالناس زعلت من المداخله اللي حصلت، فراح قال لك نقفل، لان هم هناك عندهم مش زي عندنا. هناك الامور ناس بتتكلم بايجابيه، بيتكلموا في الاطار الفني، طبعا حتى يقول لك الاطار الفني والتقني، ما حدش بيتكلم في الامور بقى اصل مش عارف مين اصل ايه، ما فيش الكلام ده عندهم. لا عندهم برضو، بس عندهم يعني لا مش هتلاقيهم قليلين جدا. بس دي حاجه تبين ان هم مركزين قوي جدا جدا يعني، طبعا قافلين على الفرقه بشكل كويس، قافلين التصريحات الاعلاميه مركزين. وحتى لو جبنا الترتيب، هات الترتيب بتاع مرحله البلاي اوف، هم خسروا اخر ماتش يمكن من الملعب من الصفاقسي، خسروا من الصفاقسي بعد لان روجير اوجولو اللي هو كان لعيب وسط الملعب اتوقف، كان اخذ طرد ففرق معاهم. نجيب بس الصوره اللي بعدها، هنلاقي الترتيب، هنلاقي ترتيب مجموعه التتويج في الدوري التونسي، هنلاقي الترجي الرياضي اللي هو الترجي التونسي 14 نقطه تحتيه، ده بعد 6 ماتشات، بعد مرور 6 ماتشات. طبعا كل فرقه بتلعب 10 ماتشات لان هم 6 فرق ذهاب واياب، يعني بيبقوا 10 ماتشات لغايه دلوقتي وصلوا ل6. الترجي متصدر برصيد 14 نقطة، يليه الملعب التونسي 9،
يليه الاتحاد المنستيري، وهنا في منافسه قويه على المركز الثاني اللي هيتاهل لدوري ابطال افريقيا السنه الجايه ما بين الملعب التونسي وما بين الاتحاد المنستيري، والصفاقسي دخل في اللعبه والنجم وماتش النجم هيبقى برده قوي ما بين النجم والترجي اللي هو قبل النهائي. ليه؟ لان النجم عايز يوصل للثاني، عايز يلعب دوري ابطال افريقيا، فده برده هيزود صعوبه الماتش قبل ما يجوا يقابلونا. بعد كده النادي الافريقي عنده 7 نقط، فدي يمكن ترتيب الترجي التونسي في الدوري حاليا. عايز اقول لك كابتن اسلام، يمكن كل الناس عارفه ان الترجي صعد، يمكن واجه صعوبه في البدايات في دوري الابطال الافريقي، يمكن حتى في دور المجموعات كانت الدنيا صعبه بالنسبه له. صحيح ان هو تاهل كمركز ثاني في المجموعه، لكن ده مش مؤشر على، لان يمكن في كلمه كده تملي شهيره بنقولها احنا في او النادي الاهلي، يقول لك ان في انديه في افريقيا بتعرف تلعب النسخ من دوري الابطال. دلوقتي حاليا بقت يمكن في استنباط جاهزه في دوري الابطال، تلاقي الاهلي الوداد سان داونز، الوداد الاهلي والترجي والوداد سان داونز، الاربع فرق دول ممكن معاهم مزين بشويه من بعيد بيعرفوا يلعبوا البطوله دي، ممكن يبدا بشكل مش جيد بيعاني في دور المجموعات، لكن يستطيع ان يصل للمباريات النهائيه، لكن مع توصل لادوار الاقصائيه بتخطي، تلاقي زي النادي الاهلي النسخه اللي عدت لما الناس قاعده تقول لك اطهر الطاهر، يعني حتى يعني دي حته في عرف النادي الاهلي المفروض تتحسب له، ان لما بخرج من بطوله وارجع لها واخدها دي تدل على شخصيه البطل. اهم طبعا. فالترجي عنده الحته دي، عند شخصيه البطل، ان هو بدا بشكل مش جيد في دور المجموعات، لكن دلوقتي وصل للتوب ليفل بتاعه اللي هو المستوى الاعلى بالنسبه له، اللي هو دلوقتي ما فيش حد يستهين حتى بالبدايه بتاعته. طيب هنكمل كلامنا وسنكمل بقى الكلام في بقيه هذه الامور، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الجزء الثالث وازمه التحكيم. نبدا بمين؟ خلينا نبدا معانا بعد اذن الدكتور سامس، هيتكلم ارقام بتاعنا. اقول لك بس كلمتين. فضل. انا والله حزين على محمود البنا على وجه التحديد. لان واحد من اللي انا كنت بشوفهم واحد من افضل الحكام اللي كانوا في على الاقل في 6-7 سنين الاخيره. انا حزين على المستوى اللي وصل له، ان انت توصل لمرحله ما تروحش اولا افريقيا، بعد كده تظهر بالمستوى اللي انت ظهرت بيه في ماتش سموحه، معاك حكم فيديو بيستدعيك اكتر من مره وتقع في الاخطاء دي بالنسبه لي يعني علامه استفهام. اي حكم تاني باستثناء امين عمر ومحمود البنا كنت ممكن ما عنديش مشكله، عارف لو حكم من الحكام اللي لسه طالعه انا ما عنديش ازمه خالص. يعني اقول لك حاجه، النهارده الناس بتشيد بمحمد معروف، محمد معروف عمل لقطه في الماتش النهارده في الدقيقه 72 او 73 رضا سليم الكوره جايه، يعني ما فيش الموضوع ما يستدعيش اي حاجه، حط رجله على الكوره احنا طلع له انذار. طب لو اللاعب ده عنده انذارين هو ما عملش اي حاجه يستحق الانذار، فده بيدل لك ان في جزء من عدم التركيز او في حاجه ما بتحصل احنا مش فاهمينها. لان بص في اخطاء تحكيم من اول موسم مش مختلف معاك، بس اخر اسبوعين يا كابتن اسلام الموضوع بقى وضوح الشمس. مش معقول الكلام ده مره واحده حصل. هل الاجواء الانتخابيه وصلت لي لجنه الحكام؟ هل مثلا ان في حرب عايزين يمشوا مثلا بريرا؟ اوكي، اصل الاخطاء موجوده من اول السنه بس ما كانتش بالصوره المؤثره دي، ما كانتش بالشكل ده. يعني انت بتبص ماتش الزمالك وسموحه، ماتش بيراميدز، الماتش الزمالك اللي قبله، ماتش الاهلي والاسماعيلي، لا في حاجات بتحصل كده تحس لوغاريتم في اخر 15 يوم. كلام هات من اول السنه مش هتلاقي الاخطاء دي، مش هتلاقي الاخطاء بالحجم ده، او مش عايز اقول لفظ يعني ايه، مش عايز اقول بالفجاجه، أنا مش عايز أقول لفظ ده، عايز أقول مش بالخطأ ده، مش بالشكل ده. بمعنى إن الأخطاء آخر 15 يوم زي ده جدا. إشمعنى آخر 15 يوم يعني؟ أنا بسأل السؤال ده، أنا من أول السنة ماتش الزمالك وسموحة لوحده بالموسم كله. يعني مفيش أخطاء مؤثرة، في أخطاء بس بتبقى مثلا. بس أنت مثلا تاني مباراة يا أحمد مثلا اللي هي مباراة مودرن وبيراميدز، أنت شايف ضربة الجزاء ضربة جزاء ولا لأ؟ لا طبعا. شايفها ضربه جزاء ولا لا؟ طبعا. طب ما ده خطا مؤثر ده. ما طيب يعني ما هو ده بقول لك ما هو ده بيؤكد لك الفريق هنا مثلا لما تيجي تتكلم على مباراه الزمالك وسموحه، الفريق اللي ظلم اللي هو سموحه كسب، فتقدر تعدي. لا ماشي. ما تعديش لا إزاي؟ طبعا الناس بتقول كده. اكمل بس كلام. اتفضل كمل كلام. اما في المباراه الثانيه مودرن وبيراميدز الفريق اتغلب، يعني الفريق الظالم او اللي اتظلم اتغلب. فهنا الناس بتقعد تفكر يعني طب وبعدين
هنفضل نعمل كده لغايه امتى؟ وهنفضل نتكلم عن التحكيم لغايه امتى؟ وهنفضل نقول كل شويه التحكيم التحكيم التحكيم. يقول لك يا عم خليك في ناديك ما انت بتكسب. مش مساله كده، هي مساله ان التحكيم المصري يجب ان يكون افضل من كده وبكتير كمان. اتفضل. انا بقول لك نفس الكلام لحضرتك، انا اللي بقول لك انت بتقول لي ماتش بيراميدز وفيتش، ما هو كل ده اخر 15 يوم. من اول السنه في اخطاء، بس اخطاء ممكن تعديها، اللي هو ايه تقول لي يا عم ماشي ما بتحصل في كل حته، لكن 15 يوم يا كابتن اسلام الموضوع زايد جدا، الموضوع بقى بصوره ملموسه غير. وانا اللي مزعلني والله الحكام اللي هي اسماء، يعني امين مثلا لو امين عمر موجود، محمود البنا، الاسماء دي هي الاسماء الكبيره، لو حد صاعد انا التمس له العذر، برغم ان على فكره في الاخطاء اللي حصلت دي ما فيهاش التماس للعذر، دي ترى بالعين المجرده. النهارده محمد معروف بقول لك كان بيروح على الخطا هو شايفه لايف قبل ما الفيديو يستدعيه. طب ما هو ما انت عندك الامكانيات اهو، ما انت عندك اللياقه ان انت مثلا خلاص تاخد القرار بتاعك والتقنيه الفيديو بياكد على كلامك. طب اذا ليه المشكله بتاعت مثلا ماتش سموحه؟ ليه ماتش الزمالك وسموحه كنت حتى تقنيه الفيديو محمد الصباحي بيستدعيك تقول له لا انا شايفها كده؟ يبقى اذا في حاجه معينه بتحصل انا مش فاهمها، انا كنفسي مش فاهم ليه الاصرار على الموضوع ده. النهارده محمد معروف يا كابتن واخد قرار ضربه الجزاء الثانيه، واخد القرار ورايح وخلاص تقرير الفيديو اكد على كلام، هو حتى مش محتاج انه يروح لهم تاني. ليه؟ هو عنده ثقه في نفسه. فالنهارده اداء حكم زي محمد معروف، طب يبقى اذا تمتلك الامكانيات. طب ليه بيحصل في ماتش الزمالك هذا الكلام في ماتشين، وليه بيحصل في ماتش بيراميدز نفس الموضوع؟ صحيح، ما ده اللي انا بتكلم فيه يا احمد. انا مش شايف اي حسنه لبريرا ده، انتوا شايفين حسنه لبريرا ده ساعه ما جه؟ ايه دوره؟ بيعمل ايه؟ بيحاسب الحكام ازاي؟ كل حكم يغلط تقعد تبعده شهرين ثلاثه؟ فين ده البنا اللي كنا بنقول عليه هو اصلا ما كانش احسن حكم في كان احسن حكم من سنتين، مستواه تراجع، عمل أسوأ ماتش لاي حكم في تاريخ حكم مصر يعني. ماتش الزمالك ده النهارده كمان، انا شايف ان النادي الاهلي اخطر حاجه السنه دي بتواجهه التحكيم. صحيح. يعني انا هجيب لحضرتك حالات تحكيميه، برضو نادي الزمالك طلع بيان في اخر ثلاث ماتشات. يا جماعه طب هو اخر ثلاث ماتشات، طب ما تيجي نشوفهم، تعالى لو نعرض الصور، نبدا الاول مثلا بماتش سموحه والزمالك. اصلا ازاي اجيب حكم بنا كان حكم فار في الماتش اللي قبله قدام البنك الاهلي والزمالك وغلط؟ اجيبه حكم ساحه ازاي بعدها بثلاث ايام؟ ازاي لنفس الفرقه يعني كان هو حكم فار في ماتش الزمالك والبنك الاهلي، جايبه حكم ساحه في ماتش الزمالك وسموحه؟ ازاي ازاي بيحصل في الدوري المصري الكلام ده؟ ازاي دي ما تتحسبش ضربه جزاء والفار يجيب البنا؟ قال لك شد بسيط على فكره دي فيها خطا مزدوج، بس دكتور احمد ثابت يقول لك وانا هقول لك ده خطا مزدوج بس خلينا دكتور احمد ثابت. ازاي البنا عنيد عايز يبان ان انا صح، مش انا مش هفترض سوء النوايا، انا هفترض ان هو كحكم اللي هو جابه خطا مزدوج يا دكتور، دي ما ينفعش ده فيها سوء. انت لما جابه هو عايز يبين ان انا قراري صح من الاول، في حكام كده بيركبها اللي هو ايه الغرور. انا بقى قراري صح من الاول، فلا ان اللي انت جايبه ده غلط. هو ده كان انا وجهه نظري ده. فالماتش كان البنا كان عايز من الاخر يعني كان في اتجاه ان هو عايز يخسر سموح، عايز يخلي الزمالك يتعادل، حاجه غريبه جدا. ليه انا بقول الكلام ده؟ اول مره اشوفها من البنا. ليه ضربه جزاء صحيحه لحسام حسن ما تتحسبش ويديله انذار تاني وطرد؟ طب يا عمي الغي الانذار لما جابك الحكم، لما جابك ادي كده عرفت انه خطا مزدوج اللي انت بتقول. مش عايز افترض سوء النيه. طب انت حكم تقنيه الفيديو جابك، مش هتحسبها ضربه جزاء؟ يبقى انا خلاص كده حته التمثيل في اللعبه مش موجوده، لان هو في جدل على الموضوع. يبقى تراجع في الانذار التاني والطرد، اهو انا همشي معاك نشده بسيطه زي ما هو قال الغي ضربه الجزاء اوكي، لكن تلغي الطرد؟ ما خلاص ثبت طالما حصل جدل على الواقعه، يبقى اذا اللاعب لم يدعي التمثيل، ما ادعاش للسقوط، يبقى مفيش انذار تاني ومفيش طرد. انا كنت ممكن اتقبل لو انت ما ادوش ضربه جزاء بس تلغي الانذار التاني وما تضربوش. ما هو كده عمل خطا مزدوج من الاثنين. غير بقى اصراره على ايه؟ ضربه الجزاء اللي هي بتاعت احمد حمدي دي مش ضربه جزاء خالص، حسبها. واصلا مين اللي وصل للكوره؟ لاعب سموحه، يعني مش ضربه جزاء خالص. بس رجع غير بس كان في اصرار. صحيح. لعبه الهاني سليمان بتاعه التسع ثواني كابتن البن احنا شفناها من امتى؟ حضرتك شفتها من امتى؟ لا هو الهاني طلع ذكي كمان بعد المباراه، قال له يا كابتن طب انا قعدت بالكوره، قال له 10 ثواني، قال له طب ما صفرتش على السبعه ليه؟ طب ليه مستني لغايه 10 ثواني؟ ما دي برضو دي اصرار غريب. حتى الوقت بدل الضايع، حتى هات الصور اللي بعدها كده في الحالات الفنيه، الصوره اللي هي فيها ناصر منسي برضو كان يعني حاطط هنا. طبعا ده راي الخبراء التحكيم اهو، ان قرار البنا كان خاطئ،
الحكم ياسر عبد الرؤوف ان في مسك وشد وان في ركله جزاء. فانا مستغرب برضو نادي الزمالك مطلع بيان. طب لما تيجي تطلع بيان النادي الاهلي لما بيطلع بيان بيبقى معاه ادله، بيبعت لاتحاد الكوره مثلا فيديو بالحالات التحكيميه، لكن انت اصلا انت ده النادي اللي قدامك مظلوم براي خبراء التحكيم. بص لعبه زي دي ازاي ما فيهاش كارت؟ يعني خلينا نتكلم عن التحكيم بشكل عام افضل. تمام فضل. كمل، هات الصوره اللي بعدها. هنا ده الماتش اللي قبله كان مين الحكم الفار في الماتش ده؟ البنا، محمود البنا. ازاي اجيب حكم البنا حكم يبقى في ماتش البنك الاهلي واخطا فيه؟ حتى لو مش اخطا، ازاي في خلال 3 ايام بيحكم لنفس الفرقه ماتشين؟ ازاي يعني انت دلوقتي دي بقى الشده اللي حضرتك بتقول عليها شده خفيفه ومش شده، دي شده اصلا يعني؟ دي تستاهل تبقى ضربه جزاء؟ لا لا لا، طيب هات اللعبه. شده خفيفه وشده مش خفيفه لو دي انا بقول على الكلمه دي، هو لا انا بقول على كلمه شده خفيفه ايه؟ ان انت افترضت حصل حاله جدل على 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 الكوره وانت هتقول كذا، ما تطردوش بقى، ده اللي انا اقصده. انا بقول لك ان هي لا ضربه جزاء صحيحه. هو طالما لم يحتسب ضربه جزاء فهو هنا بيحتسب ان هو تمثيل، فلازم يديله الكارت الاحمر الاصفر. لا كابتن، انا ممكن شويه في التحكيم مش قوي في القانون، بس هو بيدعي فيك ان انت حاولت خداعه. فبتاخد مخالفه انذار على الخداع. هو الانذار ده كان الثاني. حلو، ده اللعبه بتاعت اسامه فيصل. هاتها هي معانا صوره. انت هنا يا كابتن حصلت حاله جدليه على ضربه الجزاء. حصلت حاله جدليه على ضربه الجزاء بمعنى ان الراجل بتاع الفيديو استدعاك، فاذا مفيش نيه التمثيل على الحكم، فكده تلغي الانذار. صح، ده اللي انا اقصده. صح، هنا ايوه ان احنا عايزين يعني او يعني مش احنا عايزين العداله تقتدي ان انت تلغي الانذار. انا بقول انا زي ما قلت لك شده خفيفه، قلت لك هفترض معاك ان انت مش عايز تحسب ضربه جزاء، فانت عملت خطا مزدوج. لو انت مش عايز تحسبها يبقى ترجع للراجل ما تدوش طرد. هنا نفس اللعبه. احنا كنا بنتكلم هات بس اللعبه اللي فاتت دي اللي هي بتاعت هنا نفس اللعبه كانت ماتش سموحه. ايه ادى لحسام حسن انذار تاني وطرد، وهي اصلا كانت لضربه جزاء لسموحه. هنا ماتش البنك الاهلي دي لعبه اصلا ما فيهاش تمثيل خالص من اسامه فيصل، ده خلص الماتش فيه، ما فيهاش تمثيل خالص، فهو حسبها تمثيل واداله انذار تاني وطرده من الدقيقه 60، وهي اصلا يعني هي ما فيهاش انذار، ما فيهاش اصلا يعني حاجه، ما فيهاش تمثيل. الولد عبد الله السعيد دخل في الكوره، دخل على كان فيها التحام قوي زي ما احنا شايفين. فانا ازاي تدي انذار تاني فيه؟ كمل هات بقى الماتش اللي قبله. الماتش الثالث اللي هو يخص النادي الاهلي، هم بيقولوا اخر 3 ماتشات. طب انت في ماتش النادي الاهلي اصلا الجون ده بشهاده خبراء التحكيم برضو ان الجون ده كان فيه فاول، يعني مين اللي اتظلم في الماتش ده؟ مش النادي الاهلي؟ هات الصوره اللي بعدها. مش كان فيه فاول على عمر كمال لعمر كمال على سيف الجزيري ولا لا؟ كمل هات الصوره اللي بعدها، هات راي خبراء التحكيم اهي. الهدف الثاني اللي هو الحكم الدولي توفيق السيد، الهدف الثاني للزمالك غير صحيح، فاول على لاعب الزمالك بسبب رفع قدمه بشكل خطا. وماتش البنك الاهلي الاهلي خسره، كان يجب على محمد عادل حكم الفار انه يستدعي ابراهيم نور الدين، الزمالك فاز بهدف خاطئ. مين كان الحكم؟ كان محمد عادل. الغريب ان محمد عادل كان حكم فار في الماتش ده، كان حكم ساحه في ماتش البنك الاهلي اللي هو بتاع الاهلي الزمالك والبنك الاهلي. كان حكم ساحه، يعني الزمالك اتحكم محمد عادل حكم له ماتشين ورا بعض، والبنا حكم له ماتشين ورا بعض. هات اللعبه اللي بعدها بقى، عشان برضو احنا مش بنتكلم عن نادي الزمالك بس، لا تعالى لي بقى على بيراميدز. بيراميدز كسب، انا شايف ان هو كسب. ما ينفعش انت في الدقيقه 92 وتدي له ضربه جزاء هديه، ليه عشان يكسب؟ ما ده بيراميدز، ما هو انت بينافس النهارده بدل ما كان يتعطل. هل دي ضربه جزاء النهارده؟ ضربه جزاء ازاي وهي خبطه من رجله لايده في الدقيقه 92 بتحسب ضربه جزاء خبطه من ايده لرجله؟ طب فين الاخطاء يعني الاخطاء التحكيميه دي؟ ما هي دي انا بقول لحضرتك ماتش الاهلي والبنك الاهلي اللي خسره يا كابتن اسلام. النادي الاهلي كان في كوره بتاعت حسين الشحات لمسه اليد، لمسه اليد لو نعرف نجيبها لمسه كانت النتيجه اليد. وقتها تقريبا 1-1 او 2-2 لو اتحسبت ضربه جزاء والاهلي سجل وتقدم كان الماتش خلص. الاهلي طالما تقدم كان خلص، كنت عمرك ما هتخسر. كانت 3-2 تقريبا، كانت 3-2 كان 3-2 للاهلي. كان 3-2 للاهلي والنادي الاهلي لو كان جاب الجون ده كان هيبقى 4-2. كان حط ضربه جزاء كانت 4-2، كان الماتش خلص. بنك ده الاهلي والبنك الاهلي ضربه الجزاء بتاعت ايمن اشرف، ضربه الجزاء لمسه اليد دي كانت ضربه جزاء لا تحمل الشك. وضربه الجزاء بتاعت ماتش الاسماعيلي اللي هي اللي اتحسبت للاسماعيلي ما فيهاش حاجه خالص. لكن انا بتكلم على البنك الاهلي بالتحديد، كانت واضحه وضوح الشمس. لكن احنا هنا بنتكلم عن التحكيم بشكل عام. ما احنا جبنا واقع الاهلي ماتش المصري امبارح والمصري كان بيلعب الجيش. جيش. في جون لميدو جابر هدف صحيح خالص اللي هي الاوفسايد ديت. هو الحكم حسبها اوفسايد وهي جون صحيح كان في الشوط الاول. طبعا النادي المصري كسب طلائع الجيش. حلول بقى، حلول سريعا جدا عشان حلقتنا بتنتهي.
انا شايف ان بريرا ملوش دور خالص. اوكي. بريرا ملوش دور ولازم لازم انا بصراحه يعني لازم يجي حد لا يكون ليه راي. انا شايف ان بريرا ملوش اي دور، ما شفتش حساب حكام، ما شفتش حكام صاعده كويسين. لازم يكون في الحكام اللي هي مش واخده الثقه دي اقعد معاها واتكلم معاها، اشوف مشكله البنا ايه. البنا كان حكم كويس، دلوقتي بيقدم موسم سيء، اشوف مشكلته ايه، احاول ان انا اكسب الحكام واطلع حكام جديده. لكن طول ما بريرا موجود انا مش مطمن على التحكيم السنه دي. انا وجهه نظر ان في علامه استفهام، بدليل امبارح عصام كابتن عصام عبد الفتاح طالع بيتكلم في حاجه بتحصل مش واضحه. كابتن عصام عبد الفتاح، انت راجل دلوقتي شغال في الاتحاد الاماراتي، يعني انت طالع بتقدم نفسك على اساس ان انت بديل وبتقول ان انا مش عايز اجي؟ طب ده التوقيت اللي انت بتطلع في وقت اخر 15 يوم الدنيا مش واضحه. انا حاسس ان في سر بيحصل، لان مستحيل يكون ده مستوى محمود البنا. انا بص قناعات شخصيه، وانا برضو انا خلي بالك انا قناعات يعني قناعات دي، محمود البنا ده مهما كان مستواه سيء عمره ما هيوصل لهذا المستوى. انا شايف ان في حاجه معينه مش واضحه بالنسبه لي. حلول، انا شايف ان بريرا يكمل الموسم بتاعه، بس يكون في جلسات معينه مع الحكام، يكون في دعم. لكن جزئيه انك هتمشي واحد دلوقتي اللي هتجيبه مين؟ هتجيب واحد مصري. واحد مصري لا، كفايه السنتين اللي قبل السنتين بتوع النادي الاهلي مع كامل الاحترام، الاجنبي مهما كان بعيوبه بسلبياته بمميزاته، مش عايز اقول كلمه يعني ايه، افضل بكتير جدا من كابتن عصام عبد الفتاح ونفس المجموعه اللي احنا بندور في الفلك بتاعها على مدى سنين ما بتتغيرش. وخلينا في الحقيقه في الاجنبي، بس يقعد مع الحكام ويحل المشاكل اللي عندهم، لان اكيد بس يكون له دور، ما اللي كان قبله كان احسن منه 100 مره. ما انت مش هينفع تجيب حد دلوقتي، فانت لازم هو يكمل الموسم بتاعه. يكمل الموسم اللي هو يخلص شهر 18. لا أيوة، اللي ما وقت ما يخلص، وقت ما يخلص عبد الحكيم ان انا اخسر الدوري بسبب اخطاء. لو مش دلوقتي هيجيبوا لك، لا هيجيبوا لك حد مصري. بس عايز اقول لك برضو، بما اننا بنتكلم، كان هناك اخطاء تحكيميه واضحه خلال الثلاث اربع ايام او ال 10 15 يوم السابقه، ولكن اعتقد ان النهارده البنا كان كويس. محمد معروف انا اسف، محمد معروف النهارده، محمد معروف النهارده كان هايل ما عدا الانذار ده، لكن كحكم رؤيته رايح على الكوره ضربه. يعني ادى مباراه سواء، والله ما عشان الاهلي كسب 4، ولكن ادى مباراه جيده جدا سواء للنادي الاهلي او بس النادي الاهلي سهله المباراه لو غسل متعه والحاجات دي سهلت عليه. لكن في مباريات برضو بتبقى سهله بتطلع الحكام مش جيد. يعتبر حسب ضربتين جزاء، لعبتين صعبين برضو. لكن انا بتكلم في انه في النهايه الحكم النهارده جيد، اليومين ثلاثه اللي لا استنى، مختلف مع دكتور احمد ثابت. الماتش مش الماتش ما كانش سهل، بدليل الاتحاد كان بيعترض، بس الحكم هو اللي مبين لك ان الماتش سهل. الحكم موجود في كل كوره، الحكم موجود، ده الحكم في ضربه الجزاء قريب جدا. لما يبقى 3-0 في اول نص ساعه مش مختلف معاه، يعني بيبقى اسهل ما تبقى نتيجه 0-0 لغايه الاتحاد ماتش مصيري يعترض على ضربتين جزاء، وفي الاخر طيب. لما ياخد باله خلاص كده تمام. عموما هي مباراه مهمه يوم السبت القادم امام نادي بلديه المحله. رؤيه سريعه جدا من دكتور احمد ومن استاذ عبد الحكيم. اكيد ان شاء الله نتمنى ان يبقى الفوز الرابع على التوالي. المباراه اكيد هيبقى برضو في نوعا ما نبدا بقى نفكر في الترجي، بس انت ريحت لعيبه معلول، تخلص ماتش البلديه وبعدين تبدا تفكر. هيريح حد اكتر الماتش اللي جاي ولا تاكيد بقى عشان ما يبقاش مشوار طويل؟ مش هيبقى في راحه بقى خلاص، هيبقى يدي للعيبه، لان هيبقى في اسبوع هيرجع بقى اللعيبه اللي خدت راحه. ده انا اعتقد عندك محمد عبد المنعم هيغيب اصلا كده كده الايقاف، 3 انذارات. لازم يريح محمد هاني، لان انت برضو محتاج محمد هاني في الماتشين. اعتقد ان محمد هاني لازم الماتش ده، وجهه نظر شخصيه لي انا طبعا الجهاز الفني. نعم. لسه بكره هيتمرن، مش هيلعب محمد عبد المنعم 3 انذارات. انا بقول هم لسه بكره هيتمرنوا، فانت الامور مش واضحه. بس انا وجهه نظر شخصيه محمد هاني لازم يريح. امام عاشور دي وجهه نظر شخصيه برضو، في لعيبه معينه انت محتاجها. اي نعم كل لاعب ليه بديل، وانا عايز بس سريعا كده، الناس لازم تبص خط نص النادي الاهلي اللي كانت بتنتقد في بدايه الموسم. خط نص النادي الاهلي في 5 لعيبه واربع لعيبه يا كابتن كلهم تحت 25 سنه، يعني بتبني خط نص يديك 6-7 سنين لقدام. فكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت، المباراه الاخيره قبل نهائي دوري الابطال، والله يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني، لان التركيز الاساسي بالنسبه لهم ماتش الترجي حقيقي. لا فهم تحت ضغط نفسي وعصبي رهيب. يعني هنحاول نبقى مع حضراتكم ان احنا نفضل نتكلم عن مباراه بلديه المحله لغايه يوم السبت القادم، وبدايه من الاسبوع او من الحد بقى اللي جاي ان شاء الله لن يكون هناك كلام الا عن الترجي وكيف يلعب الترجي. هنتكلم فنيا اكتر، لأن الترجي اسم كبير جدا جدا في القارة الإفريقية، زي ما الأهلي هو الأفضل دائما إفريقيا خلال على الأقل 15-20 سنة الأخيرة، والفوز بعدد كبير من البطولات. إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت ونعدي
مباراة البلدية على خير، وبعد كده بقى نبتدي نتكلم على مباراة الترجي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم. شكرا كابتن اسلام. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش بكرة المباراة الثانية في نهائيات كرة السلة رجال ما بين النادي الأهلي ونادي زمالك بيست أوف فايف. المباراة الثانية، المباراة الأولى فاز النادي الأهلي 79-60. إن شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة بكرة، وتكون يا رب تكون المباراة الثانية التي يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بها إن شاء الله. الاستوديو التحليلي للمباراة ما قبل المباراة، إن شاء الله المباراة هتبقى مذاعة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة. إن شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة. إن شاء الله بعد المباراة مباشرة هكون مع حضراتكم في البيت الكبير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.